وإلى أي مدى يعني مستقبل التلاميذ اليوم هو مرهون بالتطورات السياسية؟ هم لما يطلبوا التأجيل بيفتكروا إنه ده ما الحل، لكن ما في يعني ما في أي خطوات عملية تمت يعني، وبالتالي التأجيل ما كان يا إما ما كان في له مبرر يعني، بمعنى إنه يعني كل القرار ده قرار سياسي وبالتحديد قرار أمني أكثر من إنه أي شيء آخر يعني. أعلن بداية العام الدراسي في 6 يونيو ثم 16 ثم 30 ثم 7. أستاذ وبيفتكروا إنه ما في فرق بين 6 وبين 7. تحدثت أن التأجيل يعني 7-7 أو 6-6. نعم، تحدثت أن التأجيل هو في الأصل قرار سياسي، هل معنى ذلك أن المجلس العسكري الانتقالي هو مستفيد من التأجيل أم هو مستفيد من إعادة الحياة إلى طبيعتها؟ أنا أعتقد إنه مجبر أكثر يعني، في 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 الفترة العقبة يعني إقالة إزاحة الرئيس السابق الدكتاتور السابق عمر البشير، تصرف المجلس العسكري حسب المهمة بتاعته كانت بتقوم أثناء قيام النظام كلجنة أمنية يعني، هو كان امتداد للجنة الأمنية، كل تصرفاته كانت الهم الأساسي ليه كان الأمن، ناسين أو متجاهلين أو استخفوا كثير جدا بتسير دولاب العمل في الدولة، وإنه العملية بتاعت الحكم عملية معقدة بتتطلب الكثير جدا من بذل الجهود، لكن نحن شفنا الجهود اللي كانوا بيبذلوا فيها، الجهود كانت يعني الدفع بمزيد من العربات، عربات الدفع الرباعي داخل العاصمة القومية والمدن الكبيرة في السودان بعتاد عسكري مبالغ فيه، مظاهر لعسكرة الشارع مبالغ فيها، وكأنما ليس هنالك هم للدولة وهم كانوا سلطة الأمر الواقع سوى العملية الأمنية، والعملية الأمنية هي نفسها عملية مختزلة طيلة 30 سنة السابقة من عمر النظام، كان الأمن القومي السوداني بيتمثل في المحافظة على كراسي السلطة وعلى رأس النظام والمسؤولين. الكثير من أولياء الأمور يشكون اليوم من زيادة الرسوم في التعليم الخاص، ما هي أسباب هذا الارتفاع وهل انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار له علاقة بهذا الموضوع؟ قد تفاجأ بأنه الرسوم ليست باهظة فقط في القطاع الخاص، حتى القطاع الحكومي هنالك رسوم غير رسمية بتدفع بطريقة غير رسمية وهي نفسها الرسوم بالإضافة لنا يعني مخالفة للقانون ومخالفة لما نص عليه الدستور ومخالفة لالتزامات الدولة السودانية تجاه كثير من الاتفاقيات اللي بتلزم الدولة بمجانية وإلزامية التعليم في المستوى العام يعني، حتى في المدارس الحكومية الطلاب بيدفعوا أو أسرهم بطرق ملتوية بيدفعوا كثير جدا من الرسوم وهي أكبر بكثير من يعني وهي يعني يصعب نعم. على غالبية الأسر في السودان وهي طيب. تحت خط الفقر إنها تلبي بيتمثل الخرق بتاع مبدأ إلزامية ومجانية التعليم في إنه الأدوات المكتبية والتعليمية نفسها باهظة التكاليف.